سندس الحرورية تلميذة في السنة الأولى بكالوريا شعبة علوم رياضية بالثانوية التأهيلية عبد الكريم الخطابي بمدينة تيبلت والحاصلة على معدل 20/20 في الامتحان الموحد الجهوي. صراحة هاد النقطة هذه أنا كاع ما كنت متوقعها، ولكن منين شفتها كنت فرحانة بزاف وفخورة جدا حقاش المجهود ديالي عنده واحد لا ريكومبونس لي هي هاد لانوت هادي. وهاد لانوت هادي ما كانتش سهلة بتاتا، وجات من بعد واحد المجهودات اللي كنت كنبذلها توتو لونغ لاني. وكنبغي نشكر بروميييرمون الأساتذة والديا، ودوزيامون كاع الناس اللي عاونوني وصحابي وكلشي اللي كانوا كي موتيفيوني دائما. في اي مره ما كنتش كنجيب مزيان في القسم ولا شي حاجه، دائما كانوا كيقنعوني ان المره الجايه ان شاء الله غادي نجيبها، وان الاخطاء ديالي راني كنتعلم منهم. وهاد لا نوت هادي الا جبتها راه اولا بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن غير المجهودات ديالي راه بفضل كاع الناس اللي عاونوني، كوسو سوا لي بروف ولا التلاميذ ولا المدير اللي كان زعما كيقدم لي التحفيز المعنوي والمادي وكلشي. كنبغي نشكرهم واحد واحد صراحه، من غير التحفيز اللي كيقدموا لي العائله ديالي كاين التحفيز ديال صحابي، واخيرا كيجي التحفيز اللي انا كنت كنقدمو لراسي. كنت زعما مره مره كنحاول انني نجلس مع راسي ونحاول نهضر مع راسي ونشوف انا راسي شنو باغا والاهداف اللي انا كنطمح ليها. وديك الساعه علاش ولات عندي واحد الاراده قويه باش انني نحقق كاع داكشي اللي باغا. نبغي نقول لكاع التلاميذ اللي مقبلين على السنه الثانيه بكالوريا ولا اللي مقبلين على اجتياز الامتحان الموحد الجهوي، باللي راه ما كاينش شي حاجه اللي كتجي زعما بسهوله، ضروري انك دير المجهود ديالك والكمال على الله. وهاد 20/20 الا كانت من قبل شي حاجه مستحيله، الحمد لله انا قدرت انني نبين انها راه ماشي شي حاجه اللي مستحيله. اون فوا دير نتا المجهود ديالك وتخدم مزيان وهذا ودير كاع داكشي اللي عليك، صافي توكل على الله، وان شاء الله الله ما غادي يخيبك وغادي تستطع حتى انت تجيب هاد لانوت هادي وتشرف عائلتك وكلشي. من اب سندس الحروريه المتفوقه في الامتحان الوطني للامتحان الجهوي، إذا حصولها على معدل 20/20 إذا فهو فرح كبير بالنسبة للأسرة، وخصوصا هذه النقطة التي حصلت عليها فهو يرجع الفضل إليها وللأطر الإدارية والتربوي بمؤسسة عبد الكريم الخطابي بمدينة تيبلت. إذا فأيضا فهذه النتيجة ليست، فابنتي أكدت أن الحصول على النقطة الكاملة في المدرسة العمومية ليس من المستحيل، فأتمنى أن تكون هناك مثالا لتحفيز جميع تلاميذ المدرسة العمومية خصوصا في المغرب، إذا ببذل المزيد من الجهد والمثابرة وبالتالي تحقيق نتائج أفضل وبالتالي التفوق في مسارهم الدراسي، وبالتالي أن يستطيعوا مستقبلا الحصول على مناصب ولخدمة هذا الوطن الذي هو في حاجة إليهم. نعم.